بعد حوادث طالت القطاع التربوي وخلفت حالة من الذعر وسط المتمدرسين، وضعت الجهات الأمنية مخططا خاصا يهدف إلى تأمين محيط المؤسسات التربوية، إضافة إلى تحسيس التلاميذ ورفع درجة الوعي لديهم. قالت اطلع معايا في الطوموبيل. تحوشك عليه. قالت روح تشري لي، ما تهدرش معاه. اي واحد يجي لكم في الطريق ما تهدروش معاه. وضعت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين دفلة مخططا أمنيا صارما يتضمن إجراءات تعزيز اليقظة للتصدي لأي ظاهرة تمس بسلامة التلاميذ وضمان موسم دراسي آمن لأبنائنا، بحيث يشمل هذا المخطط جميع المؤسسات التربوية بالولاية، ويتضمن دوريات يومية يقوم بها أفرادنا، وكذا عمليات تحسيسية للتلاميذ من أجل رفع درجة الوعي لديهم وانخراطهم في المحافظة على سلامتهم خارج أسوار المؤسسة. أولياء التلاميذ استحسنوا الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة المعنية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، واعتبروها ستريحهم ولو قليلاً من كابوس أصبح يؤرقهم يوميا. نشكر فرقة الدرك الوطني تاعنا المجهودات الجبارة اللي تقوم بها على كل التلاميذ تاع الابتدائية أو المتوسطة، ونطلب نداء للمواطنين سكان بلدية عريب ولا خارج بلدية عريب، نطلب منهم أي حاجة يبلغوا فرقة الدرك الوطني ولا الشرطة. هذو ولادنا دراري صغار. تنقص علينا بزاف، خاطر دوك حنايا ولينا ما تقدرش تخدم وحده، تروح تخدم تخلي الطفل وحده، لازم الطفل تديه وتجيبه. احنا نعاونوهم باش اللي طقنا عليه، احنا نعسوا ولادنا، ويكون كاش ما يكون ولا الانسان ولا راه يبلغ الدرك الوطني. تلقينا في ايام القليله السابقه مراسلات رسميه تؤكد لنا على حمايه الوسط المدرسي والمحيط، وقمنا بتوعيه التلاميذ على المستوى الداخلي المدرسة، وأيضا بعض الأولياء الذين زارونا في فترة أو اليومين الأخيرين. توفير الجو المناسب لتمدرس جيد وآمن واحد من أهم الأمور التي تحرص عليها السلطات العليا في البلاد، فيما يبقى التحلي بثقافة التبليغ واجب على كل مواطن، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتلميذ.